j'espère que vous allez bien. Donc, la vidéo va être très courte. Quand j'ai mangé la pâte de pizza, j'ai dit pourquoi pas la partager avec vous. C'est une pâte qui est simple et déjà ma fiha les maqadir bzaf. Donc, on va prendre 1 kg de farine, beurre, une cuillère de melha. هاد الكاس درت فيه الحليب دافي دوبت فيه معلقه كبيره ديال الزبده. دونك هنايا سوا ديروه في الميكرويف سوا دوبوها فوق في الكاسرونه. وهنا كاين واحد المعلقه كبيره ديال الخميره مع معلقه صغيره ديال السكر. هذاك السكر غير باش كتحمرنا لاباط وصافي، مع شويه ديال الماء باش يدوب. دونك هادو كتخليهم يذوبوا هما باش غتعجنوا لاباط، هما باش زعما باش غتخلطوا الطحين. وكا وما ما قدوكمش تكملوا بالماء، يعني بقات العجينه قاصحه غادي تكملوا بالماء. فوالا البنات، هذه هي لاباط من بعد ما عجنتها. دونك هانتوما كيفاش كتجي، كتجي رطبه وخفيفه. وقبيله نسيت ما قلت لكمش راني كندير فيها حتى زيت البلديه، حيت انا حتى كنخلطها عاد كنخوي عليها جوج ولا ثلاثه المعالق كبارين ديال زيت البلديه حتى كتجمعوا لاباط مزيان، كتجمع لكم العجينه عاد كتخويهم عليها وكتخلطوا. فوالا دابا غادي نقسمها نتوما كل واحد وكيفاش زعما، اللي كاين اللي كيبغيها كبيره كاين اللي كيبغيها صغيره. انا غادي نقسمها دابا وغنخليها تخمر. ما كتحتاجش الوقت بزاف، شي 10 دقائق ولا ربع ساعه كاع ماكسيموم، حيت دابا الصهد وعارفين وراكم عارفين درت فيها معلقه كبيره ديال الخميره، دونك راه غتخمر لي دغيا دغيا. هذوك المقادير باش غتخلطوا العجينه كل طحين وكيفاش داير. دونك بقاو تخويو بقاو تخلطوا، يعني خويو شويه من هذا وشويه من هذا حتى تجمع لكم العجينه. كملتوه هو هذا، كان مازال خاصكم الماء راه غادي تزيدوا، سينو راه هي كتكون خفيفه، يعني ملي تبغيو ملي تجمعوا العجينه خاصها تكون شويه خفيفه ما تكونش قاصحه باش ما تعذبكمش. فوالا لا فيديو ديال اليوم غتسالي هنايا، جيسبر تجربوا هاد لاباط وتعجبكم. غادي نقول لكم حتى لا فيديو جايه ان شاء الله، اللي مازال ما تابوناتش تابونا. بسلامه.